رجاله دلوقتي كنا رسمنا مين؟ كلافر ليف ورسمنا الترومبت، اتفقنا ان انا في عندي التقاطع تاني اهو، ممكن اعمله ترومبت وممكن اعمله ايه؟ دايركشن. الافضل ان انا اغير الاشوارس علشان اعرف ازاي ارسم نوع جديد، ازاي ان انا ايه؟ اتعامل مع نوع جديد. فالقطاع ده او التقاطع ده هنعمله حاجه اسمها دايركشنال. ايه الدايركشنال ده يا باشمهندس؟ الدايركشنال ده عباره عن ترومبت. انا دلوقتي عايز ابدا اعمل الترومبت ده فين؟ على الطريق بتاع ده يا باشمهندس. هبدا بالريم. بلاش لازم. ده انت هنا عايز تفتح اصلا الجزيره. يعني بص هنا الجزيره انت عايز تعمل ايه؟ عايز تفتحها اساسا، وهقول لك ليه دلوقتي. انا باشمهندس الجزيره هنا مش هضيقها، لان ده هيبقى كوبري لوحده وده كوبري لوحده، ما لهمش علاقه بايه؟ ما لهمش علاقه ببعض. فالجزيره باشمهندس هسيبها بل وهوسعها كمان. هوسعها ازاي؟ هقول لك دلوقتي حالا. بس مبدئيا لازم اظبط مين؟ الطريق الاكزيستنج زي ما اتفقنا، ده الشولدر وده الشولدر بشيله، صح؟ بعدها باشمهندس بامر ماتش بروبرتس باخد الاتجاه بتاعتي ده مين؟ لنفس الاتجاه بتاعته ده، وليكن الجيرس مع الجزيره مثلا. بعدها يا باشمهندس اخد الخاص بتاع السيبريتور، ده السيبريتور عنده والسيبريتور عنده، مشكله في الكلام ده. اول حاجه هعمل الرام، والرام ده انا هفترضه للحاجات كلها، يعني هفترض كل الناس يا باشمهندس هيعملوا ايه؟ هيدخلوا على الرام بتاعي بالسرعه بتاعته. مين يقول لي الرام بتاعك يا باشمهندس الريدس بتاعه كام؟ 450. هبدا من هنا يا باشمهندس الريدس 450 يجي لي هنا. اولا هتعمل حاله تباطؤ هنا؟ لا لا. ليه؟ لان كل الناس اللي جايه يا باشمهندس انت هتدخلهم فين؟ هدخلهم في الرام، فانا مش هعمل تباطؤ. ثانيا يا باشمهندس هنا كده هتعمل تسارع ولا مش هتعمل؟ هتعمل تسارع ولا مش هتعمل؟ هعمل تسارع. ليه؟ مش انت يا باشمهندس الناس اللي جايه من هنا هتطلع بسرعه 70 وعايزين يوصلوا هنا بسرعه 100؟ اه يا رجاله مثلا كمل ثانيه والرام. لا ليه مفيش تسارع؟ اوف ست على مسافه، لا اوف ست على مسافه 3 متر و60 من هنا يا باشمهندس كده. طب هنا هنعمل تباطؤ ولا مش؟ خلي بالك ده التسارع. هنعمل تباطؤ ولا مش هنعمل؟ مش هعمل تباطؤ. ليه؟ انا هاخد الحاره دي يا باشمهندس كلها ادخلها فين؟ ادخلها في الرام. تمام. الخلاص اللي جاي كله بيسرع. علشان كده يا باشمهندس بعمل ايه؟ سيركل سي انتر تي انتر من الراجل ده للراجل ده بريدرس كام يا رجاله؟ 450 متر انتر يا باشمهندس. المنظر الجميل عندك ده. بس ما الامر ترم يا رب ترمنا، مش راضي. الامر بريك. خلي بالك الخط ده برضه ابن لذينه ومش فين؟ لا في نفس المسؤوليه اللي هو رضا عمل الدايره. طيب بعدها يا باشمهندس خلي بالك انا هفترض ان كل الناس اللي جايه من هنا هتعمل ايه؟ تمشي على ده، يعني معناه ان انا هاخد كام حاره هنا؟ هاخد الثلاثه، هاخد الثلاث حارات يا باشمهندس في اوف سيت على مسافه وليكن 3 متر و60 بنفس عرض الحاره العاديه. ده حاره الثانيه اللي هي شباب الثالثه. طب مين يقول لي هعمل ايه في الحارات دي؟ وافضل حد هنا وافضل حد هنا. وده على فكره الشولدر الداخلي صح؟ ما تعملوش اهتمام دلوقتي، يعني لو عايز توقف الشولدر الداخلي ده بعيد لحد ما تخلص وقفه يا باشمهندس. وانا دلوقتي افترضت يا رجاله ان كل الناس اللي جايه هنا راحت فين؟ دخلت الرامب بتاعك يا باشمهندس. بس على هذا الكلام يا رجاله. طيب جميل قوي. بس كده كده كده. طيب وانا افترضت كل اللي جاي من هنا دخل الرام، افرضها تحت هنظبطها دلوقتي بس بعد ما نشوف هنعمل ايه. طب مين يقول لي نفس الكلام يا باشمهندس؟ مين يقول لي الناس اللي جايه من هنا عايزه تدخل هتعمل ايه؟ اه هتبدا يا باشمهندس تجي من هنا كده تخش وعايزه تخش في الاتجاه ده، فبرضه هعمل لها رام برضه من الحاره اللي انا فاتحها لحد كام؟ لحد نفس الحارة بأمر سيركل سي انتر تي انتر من ده يا باشمهندس لده بريدياس كام؟ 450 برضه. ثم بأمر تريم امسح ده يا باشمهندس وامسح مين؟ وامسح دوت. ثم بأمر اوفست على مسافة كام؟ 3 متر و60 ادي حارة الثانية الثالثة يا رجالة. ثم بأمر ماتش بروبيرتيز ثم بأمر تريم اقص ده اقص ده اقص ده ماشي مش هنعلق نصيت. ممكن نعمل ايه؟ نشد يا باشمهندس لحد ما احنا عايزينه، لحد التانجنت هنا، ونشد ده من هنا لحد فين؟ لحد برضه التانجنت هنا. ده هيتأثر ولا مش هيتأثر؟ ممكن نجيك بص ده من هنا لحد فين؟ لحد التانجنت هنا ورايح بالله. بنقول ايه ده مين؟ انا شورت برضه ايه خلوه لي بره كده يا باشمهندس عشان ايه؟ ما يزولناش واحنا شغالين. بنقول هل في هنا اي حاجه؟
من يقول لي بامري ماتش بروبابيلتيز الخصائص ده لده والخصائص ده لده. في مشاكل لحد دلوقتي؟ وانا افترضت ان الثلاث حالات دول داخلين من هنا والثلاث حالات كلهم طالعين هنا يا باشا. هو الكلام ده منطقي؟ منطقي؟ لا مش منطقي. ليه يا باشمهندس؟ لان الطريق هنا كام حاره؟ 30. في عندي حاره هي اللي هتدخل مع مين؟ مع الراب. وفي عندي حارتين يا باشمهندس عايز اخليهم ياخدوا شمال. مين يقول لي ياخدوا شمال عشان يروحوا فين؟ الناس اللي جايه من هنا كده، الناس اللي جايه من هنا كده عايزه تخش يا باشمهندس وتروح فين؟ عايزه تيجي هنا، عايزه تيجي تمشي مع الناس اللي بره دي. الكلام ده انا بقى ده كل اللي قال لي. طب اعمل ايه يا باشمهندس؟ بص كده انا هعمل لوبه، اللوبه دي يا باشمهندس هتاخد الناس دول من هنا على طول ترميهم فين؟ ترميهم هنا. بس لما تيجي ترميهم هنا يا باشمهندس هترميهم على الطريق الرئيسي على طول ولا هنفتح حاره؟ هفتح حاره تبقى اوف سيت على مسافه 3 متر و60 من هنا لعماد يا باشمهندس. مش كده وبس، كمان هي ينفع اللوبه بتاعتك يا باشمهندس تيجي وترمي على طول على الحاره دي؟ قال لك لا. امال هعمل ايه؟ قال لك انا هاخد زي ميل مسلوب كده، شايف الخط يا باشمهندس المسلوب اللي ورا اللي عندك ده؟ الخط ده رايح لورا وبدا يرجع يا باشمهندس ويلحم مع الطريق بتاعك. طب هاخده بكام؟ قال لك يا باشمهندس يعني انا هفترض دلوقتي ان اللوبه بتاعتك دي هتيجي من هنا كده يا باشمهندس، تيجي تلف 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 لورا وبعد كده ترجع تلحم مع مين؟ تلحم مع الطريق بتاعك. يعني انا هاخد اللوبه بتاعت باشمهندس بهذا المنظر، صح؟ طب هعملها ازاي اللوبه دي؟ اولا دي الحاره اللي انا هرمي معاها، صح؟ قال لك الخط اللي انت هترمي معاه ده هتاخد خط مسلوب ميله لا يزيد عن 5 درجات يا باشمهندس. فانا هاخد كوبي من الحاره الجميله اللي عند سيادتك دي واروح ادورها بامر مين يا شباب؟ روتيت ار او انتر بزاويه كام؟ 5 درجات. واروح يا باشمهندس الحاره دي في الاخر انا هلحمها مع مين؟ مع الطريق بتاع يا باشمهندس. بص كده المفروض بقى اللوبه بتاعتك لما هتيجي هتيجي يا باشمهندس من الحاره، هتيجي من الحاره، خلي بالك هتيجي من الحاره اللي بره اللي هي من اخر حاره عندك، وتبدا تلف 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 يا باشمهندس لحد ما تيجي لي فين؟ تيجي لي على مع الخط الجميل اللي عندك ده. طيب مين جدع وشاطر ولا خلي بالك ده هيلحم مع الايدج بتاع الطريق والتانيه هتبقى لبره. هقول لك ايه دلوقتي؟ ازاي بقى يا باشمهندس ارسم حاره او لوبه تمس الخط ده وتمس الخط ده بنص القطر بتاعك؟ ازاي ارسمها؟ عادي جدا زي اي لوبه احنا رسمناها، سي انتر تي انتر، هتمس مين؟ الدايره دي يا باشمهندس، بعدها هتمس مين؟ الخط ده محترم بريدياس كام؟ دي لوبه 250 متر يا باشمهندس. ايه راي سيادتك في اللوبه الجميله اللي عندك دي؟ وتيجي تبص تلاقي بامر فريم هتقص يا باشمهندس اللوبه دي وهتقص هندسه مين؟ الخط اللي عندك ده. يبقى عندك ايه؟ عندك دي الخط الخارجي بتاع اللوبه بتاعتك يا باشمهندس، اللي هو الخط اللي جوه بتاع اللوبه بتاعتك. مين يقول لي هل الخط ده هيبقى مكمل ولا هيقف؟ هيقف طبعا من هنا يا باشمهندس. مين يقول لي هيقف لحد فين؟ هيقف لحد ما يلحم مع الايجي بتاعت الطريق الرئيسيه يا باشمهندس. شايف الايجي بتاعت الطريق الرئيسيه دي؟ هيلحم معاها وليكن، فهروح بامر التريم هوقفه لحد الايجي بتاعت الطريق الرئيسيه اللي هنا هنا دي، وخلي الخط ده برضو ايه؟ خليه لا، لان انا عارف معاها ده الحاره اللي انا هلحم عليها يا باشمهندس. طيب مين جدع وشاطر يقول لي اللوبه بتاعتك دي يا باشمهندس خط ولا خطين؟ خطين، هلحمهم مع بعض بامر جون عشان كلهم تبقى ايه؟ خط واحد. بعدها يا باشمهندس اللوبه بتاعتك دي تبقى حاره ولا حارتين؟ حارتين. عرضهم كام؟ 8 متر.1. فبامر اوفست على مسافه 4.05 من دي يا باشمهندس ادي حاره وادي رجاله مين؟ الحاره الثانيه. مين جدع وشاطر يقول لي ايه اللي هيحصل هنا؟ الله ينور عليك يا باشمهندس. بص كده معايا خلاص ده كده ايه يا رجاله؟ ده هنشيله. طب وده؟ بامر بريك. بامر بريك هيبقى خط عادي جدا يا باشمهندس. بامر ماشي بروبيلز من هنا لهنا. دي الحاره بتاعت مين يا شباب؟ دي الحاره بتاعت الرام. ده الراجل اللي داخل الرام. ولو عايز تاخده حارتين خد حاره كمان لبره يا باشمهندس بحيث ان انت تاخده حارتين، او حاره بعرض كام زي ما اتفقنا؟ 6.3. طب دي حاره ب 3.60 متر، ممكن بامر اوفست على كام؟ 6.3 من ده يا باشمهندس لحد هنا، وتشتغل يا باشمهندس منين؟ لحد الراجل ده كده، لحد الراجل ايه؟ الجميل اللي عندك ده كده، عشان ده كده بقى خلاص. وده يا باشمهندس بامر بريك من هنا لحد هنا. بامر ماتش خليت الحاره دي يا باشمهندس ايه؟ 6 متر و30 سم، ودول حارتين ب 8.1 من هنا لهنا. بص يا باشمهندس بامر ترين حاجه بالمنظر ده. بص كده اللي حصل، الناس دول كلهم ماشيين يا باشمهندس الثلاث حارات بتوعك اهم. الناس اللي عايزه تعمل دوران لليمين هتدخل الرام في الحاره بتاعتهم 6 متر و30، والناس اللي عايزه تعمل ايه؟ تدخل اللوبه يا باشمهندس هتخش من هنا. مين يقول لي هتخش هنا تعمل ايه؟
اول حاجه منسوب اللوبه دي هيعلى هنا عشان يعدي مين الطريق ده، بعدها باشمهندس طلع لبره شويه وهيجي يلحم هنا، مين يقول هيلحم مع مين؟ مع الحاره اللي عندك يا باشمهندس اللي هي حاره مين؟ فده همده لحد ما يلاقي حاره التسارع بتاعته. فده باشمهندس يبدا ايه؟ ابدا اشيل الحاره دي، ثم بامر كيستين امد الراجل ده لحد ما يلاقي الحاره بتاعته، وبعدها يا باشمهندس دي الحاره الايه؟ الزياده اللي انا كنت فاتحها خلاص اشيلها. بعدها طلعنا في الخطوط ولا لسه؟ سي انتر تي انتر من هنا لحد هنا هقول لك حالا. دي كام يا باشمهندس؟ الدايره ال 2 متر العاديه اللي تعبانه من الصبح مش عايز اشيلها كمان، فبامر بريك مفيش مشكله. خلصها من هنا لحد فين؟ هنا هنا مفيش مشاكل، ممكن اخدها لحد هنا. بعدها ممكن برضو بامر بريك بي ار انتر اقص ده من هنا لحد فين؟ اقص ده رجاله من هنا لحد فين؟ لحد هنا. بعدها بص كده الحاره اللي انا كنت فاتحها، الحاره دي يا باشمهندس ايه اللي حصل؟ اللوبه اللي جايه عندك دي الناس دخلت، هل دخلت قطعت على الطريق ولا راحت اللوبه؟ راحت على اللوبه بتاعتك يا باشمهندس. ده ينتمي من او سوري الحاره اللي انا فاتحها، الحاره الزياده. طب مين يقول الحاره الزياده دي هتستمر ولا هتقف؟ الحاره الزياده دي هتقف على كام؟ ده تسارع على تباطؤ، تسارع بسرعه 70 ل 100، الطريق ده 100 دي 100، في طول التسارع خدناه كام؟ 150. ما فاهمينه؟ بعدها تاخد كام؟ ال 200 هتلاقيها دخلت في الطريق اللي بعد كده. طبعا هنمسحها، هي ايه لازمتها اصلا؟ بعدها بعمر لاين يا باشمهندس من هنا نقفل مين؟ نقفل اللوبه بتاعتنا لحد هنا اهوت كده اهوت. بعدها بامر التريم بي ار دبل انتر نقص ده، ثم اشيل ده. بعدها يا باشمهندس بامر بريك بي ار انتر اقدر اخد ده لحد فين؟ لحد هنا. بعدها اقدر اعمله دش عمال اوزع على نفسك، اخد ده اديها للدوله يا باشمهندس. في مشكله في الكلام ده؟ باشمهندس لو الحته دي حد قوي يعني بص كده الحته دي واضح ان هي ايه؟ شارب. اعمل ايه؟ اعمل كيرف هنا بريدس كام؟ 52. فتقول له ممكن فيلت او سي انتر تي انتر من دي مع دي بريدس كام يا باشمهندس؟ 250. هتيجي تبص تلاقيه يعني بص اكنه اقرب ما يكون اصلا للخط، يعني مش محتاج. ممكن اعملها سيبها مفيش مشكله. وممكن يا باشمهندس ايه تظبط الحته دي كده بحيث ايه تلغي حته الشارب اللي هي الموجوده هنا دي. فاخد ده لكم من هنا لهنا، ثم هاخده من هنا لحد هنا، ثم اروح اشيل مين رجاله؟ هل دي محتاجه اصلا؟ ده معناه ان هي اصلا شغاله باشمهندسين، بس ايه مفيش مشكله احنا ممكن نلغيها عشان مش محتاجه ما يكونش ايه؟ ما يكونش حاد او في ممكن من هنا لحد هنا كده تمام. او ما ماتش بروبرتي رجاله من هنا ده على غلط. ايه رايك دلوقتي يا باشمهندس؟ في مشكله في الراجل ده؟ الناس اللي جايه من هنا يا اما يمين يا اما شمال، وراح يا باشمهندس ايه؟ لحم مع الفلوس. نفس الكلام اللي سيادتك عملته مع اللوبه دي هتعمله مع مين؟ مع اللوبه اللي هنا. يخش من هنا وينزل ويكمل مع الطريق التاني. بص لا هيخش من هنا كده، المفروض هيبدا يطلع من هنا يا باشمهندس ويلف تك 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 يروح يلبس على نفسه. طب ازاي؟ اول حاجه يا باشمهندس هيبدا يطلع من هنا، هيطلع من الطريق نفسه ولا نفتح حاره؟ هنفتح حاره. اوفست على مسافه 3 متر و60. بعدها يا باشمهندس اللي هيطلع من الطريق نفسه ولا بخط مايل؟ بخط مايل. ازاي؟ روتيت ار او انتر من زاويه هقول له سالب 5 علشان ايه؟ مايلها في الاتجاه الثاني. ده ادي الخط بتاعك اهو يا باشمهندس. بعدها من يقول لي عايز الحم ده مع ده بدايره نص الطريق كام؟ 52. ازاي؟ سي انتر تي انتر من ده مع ده بنقدر كام؟ 250. باشمهندس انت هتدخل هتحط الحرفين بتوعك كلهم ماشي؟ بعدها يا باشمهندس بامر تريم تي ار دبل انتر اقدر اقص مين؟ اقدر اقص ده، واقدر يا رجاله هنا اقص الراجل ده واشيل ده كله صح؟ بعدها بامر مين يا باشمهندسين؟ افصل على مسافه 4.05 من ده ادا واحد ادا اثنين يا باشمهندس. بعدها بامر ممكن نشيل دول كده كلهم كلهم ولا اقول لك خليهم عشان ننهي معاهم، ثم بامر تريم تي ار دبل انتر اقص ده قص ده قص ده يا باشمهندس، ثم بامر ديليت، ثم بامر اوفست على مسافه كام؟ 6 و3 من ده مع ده. بعدها يا باشمهندس ده ايه؟ قفل ده قفل ده بامر بري ثاني ده مع ده، ثم بامر تريم
شيل ده سيبه بقى ورا ماتش ورا ده مع ده اول ما تطوف في الخطوط بس ما تكمليش سيبه بقى ورا ماتش ورا بيت ده عشان شيل ده مع دوت سيبه بقى ورا ماتش ورا بيت من ده ايه اللي رايك يا شمس في الكلام ده؟ حاره جايه للرام وحاطين جايين من مين؟ خلي بالك الحركه هنا كده الناس دي كده داخله في الاتجاه ده يا باشمهندس والناس دي برضه داخله فين؟ الاتجاه ده يا باشمهندس بحيث ان هم داخلين في الشكل ده. طيب اذا هنا كده الدنيا اصبحت ايه جميله جدا والشكل اهو يا عم عاجبك وزي الفل. ابدا بقى ظبط لي مين؟ ظبط لي المخرج اللي هنا ده يا باشمهندس. اظبط المخرج ده ازاي؟ قلت لك هنا يا باشمهندس اه خلي بالك احنا في مربطهم بس مفيش مشكله عشان نعمل المواجهات مره واحده. واخد بالك معايا؟ كان المفروض اظبط الخط ده ومع مع اللغة بس مفيش مشكلة نعمله مفصل على مرتين، مين يقول لي ده هيمتد لحد فين يا باشمهندس؟ على حرف الاتصال على لا ده هيمتد لحد نهاية الطريق الرئيسي. أعمل أفصل بس على حرارة على 3 متر و6 لأن أنا الحرارة اللي أنا خدتها كنت دورت الخط نفسه كان المفروض ما دوروش. تمام بعدها يا باشمهندس هنا بأمر أفصل خدنا كام؟ 4.05 من داليا مادي ثم من داليا مادي. خلي بالك عشان انا ما كنتش ربط الخط ده مع ده فانا عملته على مرتين ما عملتوش على مره واحده وده جزئيه الايه؟ اللي يلحق على نفسه مفيش مشكله بس يعني انت شايف سهله ولا صعبه؟ مين يقول لي دي بقى تلحق مع مين؟ اه باشمهندس سهله ما نروحش فيلت براديوس 250 جرب فيلت كده يا باشمهندس من ده مع مين؟ مع ده. خلي بالك انا عملت على طول نهايه الحاره كده فيليب اه ده هيجي مع ده يا باشمهندس بالكيرف صح؟ انا خليته يعمل على طول يعني بص كده خليته ياخد من هنا لهنا بالريدز 250 الحته اللي بلاش اي لازمه ما عملهاش اللي هو الريدز 250 بدل ما اعملها وارجع اعملها خط. عملنا كيرف انا عملتها فيليب على طول. بص ده مديته لحد الخط بتاعي مين يقول لي ده؟ ده هنوقفه بقى. خلي بالك هنا دي سرعه الطريق 100 وده 70 ماشي خلاص مفيش مشكله. منو الحراره دي هتروح لحد فين يا رجاله؟ طول التباطؤ منو طول التباطؤ كان كام؟ 105 100 على ما اظن يعني كان 100 145 ده في الحصارة التباطؤ كان 100 بعدها باشمهندسين ب 200 من هنا لحد فين؟ من هنا لحد هنا بعدها بامر لاين هاخد ده اتمنى ان انا ما اكونش بشرح بسرعه بسرعه جدا صح؟ امر بريك يا باشمهندس خلاص ده من هنا لحد هنا خلي بالك دي الحاره ايه بتاعتي بقى خلاص انا بفتحها ثم يا باشمهندس هنا ايه ما انتوش شايفين شايف ان الحاجه دلوقتي اربعه من هنا يا باشمهندس هي ابدا اقفل القفله دي مين يقول لي هنا المفروض اسمح له يندمج ولا ما اسمحلوش؟ المفروض اسمح له على فكره يعني وانا الراجل اللي جاي هنا ونسي وعايز يكمل المفروض ايه؟ اسمح بس انا يا عم ان شاء الله اقفل سي انتر تي انتر من هنا لهنا يا باشمهندس بريدس كام؟ بريدس 2 متر بعدها بامر تريم اقفل ده ثم بامر بريك هقفل ده هشد ده من هنا لحد هنا ثم بامر بريك ده من هنا لحد هنا ثم بامر ماتش بريدس من ده بعدها يا باشمهندس ثم ماتش بريدس من ده بعدها مبروك يا رجاله ايه اللي حصل؟ ده كده الدايركشن بتاعك يا باشمهندس في ابسط صوره ايه اللي يحصل بقى؟ خلي بالك قلنا الناس اللي جايه من هنا كده يا باشمهندس الناس اللي جايه من هنا يا اما يمشي على طول يا اما عايز يروح فين؟ عايز يركب الطريق ده فلو عايز يروح الطريق ده هيعمل ايه؟ على طول يا باشمهندس هيركب اللوبه دي طلع خلي بالك هنا المفروض المنسوب عالي على المنسوب مين؟ الطريق الموجود بعدها رايح يا باشمهندس لحد فين؟ لحد هنا طب الراجل ده المفروض هيجي يطلع المفروض ما بين ده وما بين ده لازم هو ايه؟ 6 متر بعدها يا باشمهندس يرجع يكمل ويروح يعمل حاجه يعني عايز يخش على الطريق ده يخش على طول جاهز يخش على طول هنا على طول هنا دي يا باشمهندس مسيرتها زي ما الراجل ده قال على فكره بس عايز الرحله دايركت اكس انت على طول داخل فين؟ سؤال بالنسبه للحوار زي الرحله والسنتر والكلام ده لا 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 انا باشمهندس هنا ده كوبري فانا هقطع ايه؟ هقطع كل اللي تحت عشان يظهر معاه لان كوبري مش ده كوبري عالي؟ اه مش ده على العالي يا باشمهندس؟ ونفس الكلام ده هتبقى على ايه؟ تقفلها فوق ده على اه صحيح عشان بس كده يا باشمهندس احنا هنا كده خلاص تمام لسه باقي لك مين؟
البامجة الرام دي من يقول الراجل ده جاي بسرعة كام؟ بسرعة 100 يا ريال الريدس ضربة 150 من 100 ل 100 فهنعمل ايه زي ما اتفقنا؟ الله ينور عليك التيمر وخلاص وشكرا يا باشمهندس. ازاي؟ من نهاية الكيرف بتاعك ياخد خط على مسافة كام؟ اوف ست على مسافة 200 متر من هنا لهنا يا باشمهندس وابدا ايه؟ ادمج عليها ركبتين عمر لاين من هنا هدمج على ال 200 متر دول عمر تريم تشاور دبل انتر اشيل مين؟ اشيل الراجل ده ثم اشيل الراجل ده ثم بامر بريك. تعرف تعملوا الكلام ده ولا مش هتعرفوا؟ لا بأمر ديليت ثم بأمر تريم قص ده وهنا يا باشمهندس بأمر مين هنا شيل ده كده مبدئيا خلاص انت ظبطته للاستهلاك بس ثم بأمر سيركل سي انتر تي انتر من هنا لهنا بريدس كام؟ 2 متر بأمر تريم قص ده ثم بأمر بي بي ار قص ده من هنا لهنا ثم قص ده من هنا لايه ثم بأمر ماتش بريدس هاخد خصائص ده لده ثم هاخد خصائص ده لمين؟ لجوريا. صعبة؟ اللي جاي من هنا هيدمج يا باشمهندس على ال 200 متر وبرضه هاخد خصائص ده خصائص ده من هنا لهنا ثم خصائص ده من هنا لده. في مشاكل؟ نفس الكلام اللمة التانية اللي هناك خالص اللي هي دي بنقول للراجل اللي جاي ده هتعمل له يا باشمهندس؟ برضه تيبر بس اللي هو 200 متر بس اوف سيت على مسافة 200 متر من ده اليمة دي ثم الأمر لاين من دوت لحد فين يا باشمهندس هنا؟ ما ده بيوفر في الوقت بس عايزك المره الجايه تعمل المقارنه اللي انك هتستيل فيها لا مفر مش ايه بتعملش ضغط يعني ضغط المفروض برضو ان انا اخليها اندمج بس انا مش هخليها اندمج انا هقفل على طول ب 2 متر ببريك من هنا لحد هنا وبالطول السرعه ده المدرب ده العصر يا عم المدرب الله ايه الرجل اللي جالي من هنا الرجل اللي جالي من هنا رجال هيبدا يخش ويندمج في الحاره بتاعته ويخش ايه الرامب وهنا يخش وهنا التخطى يا باشمهندس ايه رايكم يا رجال في هذا التخطى ده كده حاجه اسمها ايه دايركشن طبعا هناك ما كانش ينفع نعمل التخطوعين بنفس الشكل كان لازم نغير علشان ايه على حاجه جديده الراجل هيقول لك طب يا باشمهندس انت عملت لي ده بنوع وده بنوع قول لي بقى ايه المميزات ده والمميزات ده ايه المميزات ده ايه المميزات ده امتى افضل ان انا استخدم ده هو الراجل ده حط حاجه بس انت عايز تقرا اكتر يا باشمهندس فبص عليها وقول لك ان شاء الله موجود على فكره بس موجوده مقارنه انجليزي طب ماشي هقول لك مقارنه من كل الانواع اقراها كده المره الجايه وقول لي ايه اللي هيحصل الله اكبر